تكنيكال كيسز الحاجات اللي هتندر. انا سالت السؤال دوت للشركه قال لي انه في تعرف حاجات ممكن تاثر على الموضوع دوت انه الفاليو والفوليوم والكوست. يعني هو الماتيريال نفسها ما هي الكوست يجيبوها مثلا بالظبط بيحصل ان في ماتيريال بتقل بالظبط. يعني هو من الاخر قال لي ان الفوليوم مش مؤشر للمبيعات للفلوس مش مؤشر وحيد هو مؤشر لكن مش مؤشر وحيد. في 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 ثلاث حاجات تانية اكتبهم هنا بس مش عايز احرق الموضوع. بداية الفاميلي التالتة اللي الهوم كليننج لا ايه ده الفاميلي التالتة اللي هي البيس كنترول اللي هو الريد. هو ممكن علشان ازمة كورونا في المصانع بره بالذات بتاعت الماتيريال انا لاحظتها في حاجات كتير عليهم ضغط غير طبيعي مصانع بره فالاوردرات بتتاخر فهو ممكن يعني عمل الفوركاست بناء على كده 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 الاوردر اللي هيطلبه ممكن يكون اتاخر فعشان كده يعني بس هو اصلا الاحتمالات عشان الموضوع مش ستيبل زي الاول يطلب الاوردر يجي لا المصانع فعلا بره على ضغط غير طبيعي بالظبط. هو الفكره كمان اني مش هقدر اتوقع اللي هيشتري ده سلوكه هيبقى عامل ازاي بشكل اكيد خصوصا في الظروف دي ممكن واحد يوفر في الحاجات دي كلها ويجيب بيها منتجات اكل مثلا. فهو الفكره اللي انا بقولها لك انه اللي انا حسيته من الحته بتاعت الابر هاند ان هو حاطط البادجت كتيره يعني الفوركاست وهو اصلا ترند كده كده وفي نفس الوقت الفوليوم بيقل في حاجات كتيره. فده يعني هنا مثلا ال سي اي ام اي ده بيقل يعني 2020 كان اهينا 2021 قل حاطين له بادجت قليله في 2022 سي اي بي ام بي ده كده كده اصلا يعني ستيبل وهو قليل. الاف اي كي المعدل بتاعه بيزيد السي سي اي كي حاطين له بادجت قليله رغم ان هو كان ستيبل او كان بيزيد كمان يعني هو زاد من 2020 ل 2021 وحاطين له بادجت قليله وفي نفس الوقت كل ده الفاليو محطوطه ان هو هيزيد. هي دي البوينت اللي انا يعني استوعبتها. ممكن يبقى قصه ماتيريال هي هو قال ثلاث حاجات هو الفاليو والفوليوم والكوست. انه انا سالت السؤال ده فهو رد عليا في دقيقه قال لي مش يعني الفاليو مش مؤشر وحيد لان في الفاليو انا حاطط بادجت انا ممكن ازود في السعر ممكن اقلل في الكوست فهو كذا حاجه يعني. وطبعا الديماند فلكتويشن مش اعلى حاجه فالفوركاست بالتالي هيكون سهل يعني الطبيعي ان هو يكون فيه هايلي اكيوريت فوركاست. طيب لما كنا بنتكلم على الستيبل ديماند والديناميك ديماند هو هنا بيتكلم هو بيتكلم هنا في ستيبل ده اللي كنت بتكلم معاكم فيه ان الواقع اللي احنا بنشوفه هو ريليتد للبوينتس دي ان عشان هو هنا قرا الديماند ان هو ستيبل لا هو بدا يتحرك بالفوركاست بزاويه مختلفه تماما عن الاكشنز اللي كان هياخدها لو كان ديناميك صح ربطه باللي اتكلمنا فيه في الاول كاميرا و الليفلنج انا لاحظت ان هو يعني هايلي ابلايد في معظم الحاجات يعني حاطين معدل معين طبعا الفوركاست بيزيد بس ستيل في ليفلنج للموضوع حتى لو الديماند زاد قل الفلكتويشن زي ما قلنا مش عالي قوي فده بيدي فرصه ان هم يحطوا ليفلنج البرودكشن عشان يستغلوا الميزات بتاعه الليفلنج. كنا بنتكلم على الراندوم فاريشن كنا بنتكلم على الراندوم فاريشن احنا ابس اند داونز وذن رينج صح طبعا الديماند زي ما قلنا ان هو ترند وستيبل في نفس الوقت انه الكواليتيتيف فوركاست تكنيكس هايلي ابلايد عشان الماركت ريسيرش زي ما قلت لك السلوك بتاع اللي بيشتري انا محتاج افكر فيه اكتر من مش اكتر طبعا مش عارف افكر فيه اكتر يعني انت بنيت الفوركاست بتاعك عمل كواليتيتيف بنسبه اعلى من الكوانتيتيف هو هايلي ابلايد اوكي هايلي ابلايد يعني انا ممكن جدا بس استخدمت الاثنين استثمر فيه اوكي اوكي البرودكشن استراتيجي طبعا ميك تو ستوك عشان السيزونز والحاجات ديت. طب وانت ليه تميت بان انت تشتغل بالكواليتيف على الماركت ريسيرش كتير؟ اشمعنى الماركت ريسيرش؟ لانه البوينت اللي حضرتك قلتها في ان هو القدره الشرائيه مثلا انا محتاج اشوف ماركت ريسيرش محتاج اسال الكاستمرز بتوعي هو انا لسه اولويه اصلا ولا لا ممكن لان انت اصلا شغال في منتج اصلا سعره غالي لوحده. يعني انت في ليفل من الكواليتي اعلى من المنتجات الثانيه. فهو لازم قبل ما يتحرك في اي حاجه يتست السوق الفويس اوف كاستمرز صح بالظبط اشوف الماركت بتاعي لسه زي يعني مش معتمد على الكوانتيتيف بس مش معتمد على الهيستوريكال داتا بس
ستوري كان داتا هتاخد بورشن والكوانتيتيف هياخد بورشن تاني. لازم لازم والمنتج بتاعك سوري اكيد. لا اتفضل. يعني لو انا بس كنت معتمد على الكوانتيتيف انا كنت عاملها يعني الارقام ما اظنش هي كانت تبقى اكيوريت قوي لان انا بالظبط عشان برضه في الفاميليز زي ما قلنا والايتمز في حاجات بتقل رغم ان هي كانت المعايير بتاعتها كويسه. بس طبعا ال ام ار بي انا حسيت ان انا ممكن استغل يعني حاجه قريتها بس انا طبعا اكيد الابلكيشن بتاعها مش مظبوط قوي بس اللي هي الميل اوف ماتيريال ان انا شفت كل اند ايتم من فاميلي واحده يعني مثلا البليتش خدته من الهوم كير الريد خدته من البيست كنترول والجليد خدته من الاير كير